داخل واحد. أما إذا بدنا ننتقل إلى آخر خبر معنا لليوم، أيضاً نحكي عن المملكة العربية السعودية. الآن وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على منح بنك دي 360 الترخيص اللازم للعمل في المملكة، طبعاً بعد حصوله على دعم عدد من شركات الاستثمارات والمستثمرين الأفراد بحسب ما أورده البيان المركزي السعودي. وأيضاً رح ينطلق البنك الرقمي واللي هو يعتبر الثالث في المملكة العربية السعودية مع رأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 440 مليون دولار أمريكي. رح يكون بقيادة دراية المالية ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بجانب أيضا قائمة من المستثمرين الآخرين. وأشار البنك المركزي السعودي إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية، ويعد هذا الترخيص والثالث للبنك الرقمي المحلي في المملكة العربية السعودية، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنك إجمالاً، منها رح يكون 11 بنك محلي وفقط 3 بنوك رقمية محلية، بجانب أيضاً وجود 21 فرع لبنوك أجنبية في المملكة العربية السعودية. والشيء الملفت طبعاً أنه البنوك الرقمية أيضاً عم تتوسع في منطقتنا العربية، موجودة في دولة الإمارات والآن في المملكة العربية السعودية. كان في كثير ناس مستغربين من هاي الفكرة أنه معقول بنك ديجيتال أو بنك رقمي، ولكن الآن عم نشوفه عم بيتوسع، ومثل ما عم نشوفه أمامنا الآن في المملكة العربية السعودية. هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم. رح أترككم بعد الفاصل مقابلتنا مع ريدر غام الشريك المؤسس لمؤتمر ستيب. خليكم معنا ولا تروح.